طيب احنا معانا دلوقتي تليفون ومش انا اللي هقول الو، انت اللي هتقولي الو. تمام. الو، انا بتوتر على الحاجات دي. الو، انا عايزه اوترك. مين؟ هي لولو. يا ماما لولو. يا ماما. يا ماما. احنا طبعا معانا والده البطله الاستاذه سحر عبد الرحمن، يعني انا بوجه لك التحيه. صباحك صباح الورد، ومبروك مبروك لسلمى، ومبروك عليكي سلمى، ويعني مبروك لسلمى بيكي. ربنا يبارك فيك يا رب، تسلمي. يعني استاذ السحر، احنا قدام نموذج قد ايه عنده اصرار، وطبعا دي صورتكم مع بعض صح؟ اول امبارح هي لولو الورد ده اللي جايبه. لا بس انا صوتي اصلا رايح من كتر التشجيع والرعب والخوف اللي كنت فيه، كنت مرعوبه انها تكمل. يعني ده انا نزلت للمدرب قلت له خلاص كفايه ما تكملش، عشان انا كنت مرعوبه على ركبتها جدا جدا جدا، ما كنتش متخيله ابدا انها ممكن تجيب اول. احنا نمسك يعني الخشب، احنا معانا وحش يعني مش حاجه، بس الشخصيه دي والتركيب من يومها كده. لا هي يعني لا، بس برضو التربيه ليها عامل، لانه انا مبهوره جدا بسلمى، خصوصا ان هي ايه بتتحدى كل حاجه. يعني عماله تقول لك ايه حصل اصابه في ايدها، قالوا لها مش هتتلعبي جودو تاني، لا ده انا لعبت بقى وجبت بطولات. هي لولو شخصيتها كده في كل حاجه، يعني مش بس في الرياضه. صحيح، ما هي اكيد الشخصيه مش بتتجزا. يعني هي بتحدى نفسها في كل حاجه. يعني ما يعني حتى كانت علم علوم كانتش بتحب ماده الجغرافيا، دخلت الكليه كانت متضايقه جدا، خارجه من الكليه طالبه مثاليه، رئيسة نموذج في الجامعة بتاع سياسة واقتصاد، جايبة في الأربع سنين تقدير، حبيبة الدكاترة كلها، مفيش حد من دخل الجامعة من الأول الدكتور جاب النصار قبل كده بعد كده خشت غير لما كان بيعرف مين سلمى. يعني كانت بتعمل سلمى ايفنتس في الجامعة للبنات عشان تخلي البنات كلها مش خايفة، وما بتحبش تشوف بنت خايفة، ما بتحبش تشوف بنت كده ماشية محدودة، عشان كل بنت ماشية واثقة في نفسها. أستاذة سحر، أنت بتقولي يعني هي طول عمرها كده من وهي صغيرة، وبعدين من وهي عندها من وهي بيبي عندها 6 شهور أخدتيها ونزلتيها تعوم، يعني إمتى لاحظتي فيها هذه اللمحة اللي هو لمحة الشجاعة والتحدي وعدم الخوف يعني؟ بصي يا حبيبتي، انا دخلت انا من اول فعلا بجد من وهي داخله حضانه، كل بيبي في اول يوم حضانه بيعيط، سلمى كانت قاعده بتسكته وتقول لهم ماما جايه، ما تعيطوا ليه؟ وهي من وهي في كيجي، فهي يعني حتى انا لما انا لعبتها 3 لعبات لان انا لقيتها قدها. يعني هي مش يعني انا اخواتها، انا عندي ولدين تانيين كل واحد كان بيلعب لعبتين، لكن سلمى انا شايفه اللعبتين مش كفايه عليها، عندها طاقه وعندها اراده وعندها عندها تدي انها تدي في الالعاب، وفعلا كانت بتعمل كده. هي كانت جايبه ميداليات في السباحه، لما كانت تطلع من السباحه على طول بتنشف تجري على الهاند بول، كانت لو بيلعبوا ماتشات مثلا تجيب، لو البنات مثلا ماتش بينها مثلا وبين ماتش طيران كانت 12-7 مثلا، سلمى جايبه من ال 12 جون دول 5-6 جوان فرق. بس انا يعني انا خليت اللعبه فرديه، يعني اقنعتها اكتر بالفرديه، ان الجماعيه دايما مهما بتعملي ما يعني بيبقى كله للجماعه، لو جماعه مش قد كده فسلمى هتبقى مظلومه. انت حسيتي ان هي يعني محتاجه تلعب سولو او هتبدع اكتر وهي سولو؟ بالظبط كده، هي بتحب اللعبه جماعيه جدا وبتحب تكون في تيم، بس يعني وده ما عملته بقى في الجودو، لما دخلت وبقت يعني بقت كابتن فريق، بقت السومباي بتاعت الفرقه، خلت الفرقه كلها برضه تروح جماعيه. طب احنا ممكن نعكس دلوقتي، انا عماله اسال حضرتك طول الوقت، لكن سلمى تحبي تسالي ماما ايه بقى وهي معانا دلوقتي على الهوا، توجهي لها سؤال تقولي لها ايه؟ انت ازاي عرفتي ان انا كنت بعيط جوه في الحمام من ركبتي؟ لا ده قلب بقى، قالوا لي مامتك بره بتعيط عليكي، انا اصلا ما بينتش لحد يعني، انا من الماتش خرجت على الحمام بقى. بجد عرفت ازاي؟ قلب الام بتقول لك بقى، يعني ربنا يخليكم لبعض. كله كانت خارجه من الماتش فرحانه جدا بتضحك وسلمت على الكل وجريت على الحمام، هي جريت على الحمام وانا كنت فوق في المدرجات، ففجاه رحت عيطت جدا بانهيار، فراحت حضرتها خارجه معاها من الحمام اللي كانت داخله معايا وقالت لي يا طن سلمى بترسخ، فكل الناس اللي فوق راحوا مطنحيني، قعدتي ليه؟ شرفك يعني، قعدتي قبل ما طب اصبري لما تقول لك يا حسين، بص يعني قلب كده، انا حسيت انها خلاص ركبتها تالت ماتش ده كانت ركبتها خلاص تعبت جدا، وانا متاكده انها هتكمل، سايباها وما رحتهاش اصلا وهي بتعيط في الحمام، وجريت على المدرب خلاص كفايه يا كابتن بليز، يعني عشان سلمى مش هتفضل لو انا قلت لك في اي حاجه قول لها. هو بجد انسان يعني رائع جدا، فراح قال لها سلمى خلاص كفايه عشان ما تعبيش وانا هقف معاكي وان شاء الله نحاول نعمل تجارب في المنتخب، يعني كان ربنا طبعا يحفظكم ويخليكم لبعض. بس طبعا مين بقى سلمى قالت لا ان شاء الله هلعب، ان شاء الله هكسب، ان شاء الله. قلت لها سلمى بصي لي هتلعبي
قالت لي اه هتتصابي؟ لا سلمى هتخشي تكسبي؟ قالت لي اه يا ماما. ايوه طب اتفضلي. لا قالت لي تخشي تكسبي؟ فبقول لها فبتقول لي لا هتخشي تكسبي؟ فقلت لها ايوه. ايه لا مفيش دي يعني. ربنا يخليكم لبعض طبعا، واحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذه سحر طبعا يعني، وبنحييها ونموذج للام المثاليه فعلا.